السلام عليكم، اهلا بيكم. هنكمل مع بعض وصفات العيد، والنهارده هنعمل مع بعض السابلي بطريقه سهله جدا وجميله وطرق تزيين مختلفه وبسيطه خالص. تقدري بقى تختاري اللي انت عايزاه. اتمنى الوصفه تكون سهله وبسيطه ويا رب تعجبكم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ويلا بقى نشوف هنعمل الحاجات التحفه دي ازاي. اول حاجه عندي 400 جرام من الزبده. الزبده دي كانت في الثلاجه وطلعتها، يا دوبك تفك حاجه بسيطه. هبتدي اضربها كده بالمضرب لحد ما تفك من بعضها، وبعدين هحط عليها بقى السكر البودره. انا حطيت 400 جرام زبده، هحط عليهم 200 جرام من السكر البودره، وهحركه كده بالمضرب لحد ما يختفي شويه، وبعدين ابتدي اشغل المضرب، عشان لو شغلت المضرب من الاول خالص هلاقي السكر طاير على طول في كل مكان. فبحركه شويه بسيطه كده، وبعدين ابتدي اضربه. هتنيني اضربه لحد ما يتحول لخليط كريمي ويبقى لونه افتح، يعني لون الزبده اتغير وبقى فاتح، والاقي القوام بقى هش كده زي ما انتم شايفين. هو ده القوام المظبوط جدا. لما يوصل بقى للقوام ده هحط عليه بيضه. البيضه بتكون بدرجه حراره الغرفه، وبحط عليها كمان معلقه صغيره من الفانيليا السايله او فانيليا بودره، ما فيش مشكله المتوفر عندك. وهضرب برده بالمضرب لحد ما البيضه دي تختفي خالص. لازم بقى احرك الجوانب كده ومن فوق وكل حته عشان اتاكد ان كله امتزج مع بعضه كده. تمام معايا. هبتدي بقى احط عندي الدقيق. عندي 600 جرام من الدقيق، يكون دقيق بتاع بسكوت والكحك ويكون منخول. ممكن بقى لو انتي عايزه السابلي ده يبقى ناعم، هنشيل معلقتين من الدقيق ونحطه مكانهم معلقتين من النشا، يعني مقدار الدقيق بالظبط هو 600 جرام. لو عايزه السابلي يبقى دايب كده وناعم، هنشيل معلقتين من الدقيق ونغيرهم بمعلقتين من النشا. اختاري بقى زي ما تحبي. بقلب بقى بالمعلقه كده حاجه بسيطه لحد ما الدقيق يختفي خالص. انا مش عايزه اعجن عشان خاطر العجينه ما تعملش عرق معايا، هو كده تمام جدا، مش هعجن اكتر من كده. ما دام الدقيق اختفى يبقى نوقف تقليب. ادي كده قوام العجينه، يعني هي شكلها بيلزق بس هي مظبوطه جدا. هاخد بقى جزء من العجينة هعمله بالريد فيلفت، هحط عليها لون احمر من اللي هو الالوان الجل، ما بنحطش الالوان السائلة. هحط عليهم بقى معلقة من الكاكاو. بقى تقدري تتحكمي في درجة بقى اللون الاحمر، هو عشان ريد فيلفت فلازم نكسره كده بالكاكاو، طبعا بيبقى غير محلى ومنخول. جبت بقى ورقة زبدة وحطيت عليها قطعة السابلي اللي هي الريد فيلفت، وجبت ورقة زبدة تانية وهفردها بسمك يكون معقول، يعني ما تبقاش رفيعة قوي وما تبقاش سميكة. انا هفرد كل قطعة وهدخلها التلاجة على طول، يعني انا ما ريحتش السابلي في الاول، انا بقى بفرده على طول وبدخله التلاجة، هو ده السمك المظبوط جدا. هاخد القطعة دي وادخلها التلاجة لحد ما تجمد خالص. واخدت قطعة تانية، يعني انا قسمت العجينة كلها لتلات قطع. هعمل دي بالشوكولاتة، زودت شوية كده من الكاكاو الخام الغير محلى ويكون منخول عشان ما يبقاش فيه كلاكية، وبرضو اخلطه كده من العجينة، يعني معجنش فيها كتير برضو عشان خاطر ما تعملش عرق، يدوبك بس كده الكاكاو يتوزع. وهاخدها برضو احطها على ورقة زبدة وهغطيها بورق الزبدة وافردها وهدخلها التلاجة. الطريقة دي بتبقى مريحاكي جدا، يدوبك بيسقعوا مرة واحدة كده ويجمدوا وتقطعي على طول وتدخلي الفرن. بسيبهم ان هما يجمدوا خالص. اول بقى ما الاقيها تماسكت تماما هطلعها وابتدي ان انا اقطعها بقى بالقطاعات اللي انت عايزاها. اي حاجة دي بقى عشان ريد فيلفت فاستخدمت فيها القلوب. فخليت واحدة كاملة وواحدة التانية قطعتها من النص كده بوردات صغيرة عشان الحشوة اللي جوه تبقى باينة. زي ما انتوا شايفين القطع السابلي جامده، يعني انا بحطها في الفرن وهي جامده زي ما انتوا شايفين كده، وبدخلها بقى الفرن على درجه حراره 170 تقريبا ربع ساعه، او حسب طبعا بقى كل فرن.
دي بقى اللي هي بالشوكولاته، قطعتها دوائر كده. طبعا لو لقيتي اللي سابليه ساح منك او فك منك دخليه التلاجة تاني لحد ما يتماسك كده، هتطلعيه على صينيه الخبز من غير ما يغير شكله خالص. ممكن برضو من نفس العجينة نحطها في قوالب التارت زي ما انت عايزة. عندي كام قالب كده، اخدت قطعة من عجينة اللي هي سابليه بالريد فيلفت وفردتها كويس كده، وزيادة بشيلها من على الجوانب. اهم حاجة بسكن العجينة كده في كل القالب كويس جدا بحيث ما يبقاش في حتة طالعة وحتة نازلة، ولازم بقى اخرمه بالشوكة كويس جدا، يعني لازم اخرمه من تحت ومن جنابه ومن كل مكان عشان ده بينفخ في الفرن. وبرضو بحطه على صينية وادخله على حرارة 170 لحد ما يستوي. ده شكل السابلي اللي هو الريد فيلفت، شكله حلو جدا. ما شاء الله هي دي الكمية اللي طلعت من الوصفة. هنصبر عليه لحد ما يبرد خالص، نزينها بقى زي ما احنا عايزين. جبت كده حبة من الشوكولاتة البيضة وسيحتها في المايكرويف، حطيت كده خيوط على قطعة السابلي اللي انا هحطها فوق، وحطيت بقى على القطعة التانية جزء في النص عشان ألزق بيها. طبعا بقى اشكال التزيين دي بقى ترجع لكم وحسب المتوفر عندكم. حاجات بسيطة بقى ممكن ناكله كده، طعمه تحفة جدا من غير اي حاجة. حطيت كده حبة بس من السبرينكلز، اللون فضي كده كان موجود عندي يدوبك يعني بشكل بسيط خالص. ودي برضو كده سابلي الريد فيلفت، حطيت من فوق حبة من الشوكولاتة البيضة، وكان عندي واحدة سابلي مكسورة كده ففتفتها حاجة بسيطة حطيتها كده على الشوكولاتة من فوق، شكلها تحفة جدا، عاملة بقى زي كيكة الريد فيلفت كده. والجزء بقى اللي هو بالشوكولاتة حطيت برضو حبة من الشوكولاتة السايحة في النص، وحطيت القطعة التانية، وهحط برضو خط كده من الشوكولاتة البني كده فوق وشوية من المكسرات. يعني اشكال براحتك بقى، عيشي حياتك، انا بس بديكي افكار وانتي اختاري اللي يريحك. طبعا دي اشهر حاجة بقى، لازم المربى كده يبقى موجودة في السابليه. والقطعة التانية اللي كانت في التورت انا حطيت عليها مكسرات بالكراميل، هسيب لكم اللينك اللي انا كنت عاملة فيه وصفة المكسرات بالكراميل تحت في صندوق الوصف، حلو جدا. ومن حبة صغيرين هتعملي اشكال كتير والوان كده وشكلها مبهج جدا. ونسيبها بقى تبرد وتتماسك الشوكولاتة كده تبقى ساقعة عشان ما تبقاش سايحة في ايدينا، ونحطها بقى في علبة كده ونحطها في الثلاجة أو نقدمها لحد بقى هدية. أتمنى بقى الوصفة تكون سهلة وبسيطة، وكل سنة وانتم طيبين، واستنوني فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.